طيب لو انا عندي الان خطين، اي خطين in three dimensional space، ايش بقى في بينهم؟ مسافه، مش هيك؟ هاي المسافه بدي اطلعها. اقصر مسافه او المسافه تعريفها هي اي مسافه بين الخطين؟ خط العمود. شو مكان هذا الخط؟ شو مكان هذا الخط؟ في بمكان معين بامكاني ارسم زاوية قائمة بتكون على هذا الخط، وإن كانت مش مبينة قائمة هون بالحالة هاي، بس هذول هم الخطين. هذا البروجكشن، إحنا عم نعمل البروجكشن تبعهم على 2 dimensional space. طبعاً في حالتين خاصتين من هذول، في حالة اللي بتقاطعوا فيها قديش بكون مسافة بينهم؟ زيرو. وفي حالة اللي بكونوا متوازيين تماماً لبعض شو بتكون مسافة بينهم؟ نفسها، بتضلها نفسها، بتضلها نفس المسافة وين ما كان. فما فيش مكان معين بقدر أقول عنه إنه هذا هو الخط ما بين اثنين. لكن هون بالحالة هاي بشكل عام، الخطين بشكل عام في نقطة معينة. هل في حالة خاصة؟ الحالة الخاصة اللي هم كانوا خطين متوازيين وبس عملنا روتيشن لواحد منهم حوالين هاي، مش هيك؟ واضحة النقطة، النقطة اللي عملت عندها روتيشن أعطتني الزاوية. بس الحالة العامة إنه مش شرط يكونوا متوازيين ولا حتى في بلينز متوازية. في فكرة سهلة بقدر أفهم منها كيف ممكن ألاقي المسافة ما بين هذول الخطين. الفكرة إنه إحنا بنجيب سيلندر، والسيلندر هذا بنحطه حوالين واحد من الخطين، وبنبدا هذا السيلندر اللي خليني افترض انه الاسود، بديت ابني سيلندر حوالين الاسود، والسيلندر هذا ضليت اكبر الدايمتر تبعه، الريديس تبعه، لحد ما ايش عمل؟ لحد ما لامس الثاني. بالنقطه اللي بلامس فيها الثاني شو بكون هذا؟ هذا مماس بكون لسطح السيلندر، مزبوط؟ وفي عليه نقطه. وإذا رسمت بعدين خط، نزلت خط عمودي من هاي النقطة على هذا، رح يكون هذا الخط عمودي على التنين، رح يكون عمودي على هذا وعمودي على هذا. فكأنه إحنا عمالنا بنقول لو عندي هذا الخط وفي عندي خط ثاني في الفضاء، رح أجيب سيلندر حوالين هذا الخط الأحمر وأكبره، لسه ما لمسش الأزرق، راح ارد اكبره كمان ما لمس الازرق، وعند نقطه معينه راح اوصل عند نقطه معينه راح الاقي انه لمس، وعند هاي النقطه راح يكون هذا الخط مماس على هاي النقطه، ووقتها اذا رسمت خط وصلت خط ما بين هذول النقط بين هاي النقطه عموديه راح تعطيني يكون عموديه على الاحمر، وراح تكون كمان عموديه مش مبينه هي معنا بالرسم، بس راح تكون عموديه في بلين ثاني على الازرق. صح. فهاي المسافه، فهاي فكره الاكسباندنج سيلندر من اسهل الطرق حتى تتخيل شو يعني المسافه العموديه، لانه هذا بعدين كمان بعطيني عند النقطه هاي، لو رسمت خط موازي لهذا الخط تماما بمر في النقطه هاي، ايش بكون في بينه وبين الاحمر؟ زاوية. بين الاحمر في زاويه. هدول هذه فكره مهمه جدا. نبدا نرجع الفكره مره ثانيه. لو انا جبت سيلندر والسيلندر هذا اكسباندنج سيلندر حوالين الاحمر وبدا يتوسع يتوسع يتوسع، طبعا بدي ابدا فيه بكون صغير جدا وهذا بعيد مسافه، في لحظه معينه هذا السيلندر راح يمس الخط الازرق ويمسه في نقطه. الحاله الوحيده اللي بمسه في خط اذا ايش كانوا؟ اذا كانوا الاثنين متوازيين، هم مش متوازي، احنا ماخذين الحاله العامه، راح يمسه في نقطه. اذا مسه في نقطه، هاي النقطه اللي بدي اوصل فيها من هاي النقطه اوصلها نقطه للاصل اللي موجود هون، بيصير هو الراديوس، هو الراديوس تبع هذا السلندر. فالراديوس اللي بوقف عند السلندر هو المسافه العموديه او اقصر مسافه ما بين هذول الخطين. وبعدين لو اخذت رسمت خط موازي لهذا الخط الاكسس تبع السلندر بمر في نفس النقطه، راح يصير في زاويه بينه. يعني لو جينا الان جبنا الخط الاحمر ورسمنا خط احمر موازي لهذا الخط بمر بالنقطه هاي، راح يتكون عندي زاويه ما بين هذا الخط في بلين. الان البلين بيحتوي الخط الاحمر الجديد عن الخط الازرق، والزاويه بينهم هي كانها زاويه روتيشن، وهاي الديستانس كانها ال اللي جاي ما بين الخط الاول والخط الثاني. هلا شو النشاط اللي بدنا نعمله؟ بدنا نحاول نشوف اذا حد بيقدر يعمل لنا فيجواليزيشن.